ونسهر ما نمشي يلي ما بتسهرش ليلة يا حبيبي انت تروح وتمشي ونسهر ما نمشي يلي ما بتاكلش غير ألف مرة يا حبيبي. مرحبا بابا. أهلا بابا. وين كنت لهلا؟ وانت شو دخلها؟ قضيت غديت ولا لا؟ وليه عم تسأل؟ أكل فخدة الدجاج تبعك. صحتين. جبت نعيط علي. فس اللي محيرني وما خلانيش أنام إزاي أنا أقدر. هنا شو رأيك بهالجرافيا؟ حلوة على الطقم؟ كتير حلوة. طيب هي أحلى ولا اللي كنت لابسها؟ لا هي أحلى. يعني اللي كنت لابسها مو أحلى. طيب شو رأيك بهي؟ أنا شايف كأنه هي بتلبق أكتر. شوفي هلا بدك رأيي؟ ايه؟ الجرافات الجديدة أحلى من دول التنتين. البسها. وين حاططيها؟ بالخزانة. سمنان شوي بدي ايروبي. ولا اقول لك بلا ما البسها هلا لاني تاخرت على الموعد. وعيك يروح فكرك لبعيد وتفكري عندي موعد مع شي وحده لا سمح الله. بتعرفي انا ما عندي هالفصول. بعرف. طيب ما بدك تعرفي الموعد مع مين؟ يعني مع مين رح يكون؟ ما عارفه من رفقاتك ورايحين على شي محل. تسلمي لي على الثقة. بجوز اتأخر لا ينشغل بالك. اوعك تفكري عندي موعد مع وحدها. لا حبيبي شو هالحكي؟ تطلع على قبري. لو دخيلها شبوبية انا. روح محل ما بدك حبيبي. انا بعرف انك بتثقي فيي انت. اتصلي بهبة هيبة هي رفيقتك برقدان ابن خالتها ما بيطلق الموظف اللي عندي لانه وعدته هي انه تغار عليه وتدير بال عليه وتسأله وين بيروح وين بيجي. عيوني التنتين. لا تكلي همي. ها اوعك تفكري عندي. حقابله بكرة. يا أكبر قلبي شو حلو. برد الدنيا برد كتير. حقابله بكرة. تطلع على قبري وين ما بدنا نروح وين بدي روح. شو سويت بحالي أنا؟ وبعدين مع أنا هاي مالي غير أمي جاي لعندك يا مو. دقيقة مرحبا يا بو. أهلين أهلين. ما معي حدا. شو هالولاد؟ جاي لحالك؟ إيه لحالي. ومرتك؟ كمان بالبيت يا مو. شو ما بتتنازل تزور بيت حماة تقبرني؟ لا يا مو مو هيك القصة. لكن شو القصة؟ صار لشهر ما فاتت بيتنا إنا منعزمها على الكبة المشوية بركي بتعجبها ومنشوفها. قامت قصدا سافرت وما إجت واليوم بعدتك لحالك وما إجت. اللي تقبرني شو القصة؟ لا يا مو ما في شيء. تعي شوفي شو جبت لك. تعي ايش جايب لك؟ كنافه من اللي بحبها قلبك يا مو. هلا شيلنا من الكنافه وقل لي ليش مرتك ما اجت معك؟ صيتها مريضه. مريضه وشو مرضها؟ لا ما في شيء يا مو. شوي تقريب. قريب غريب. طب الاولاد ليش ما اجوا معك؟ كمان ما بدها تخلي الاولاد يزوروا بيت جد هون؟ وينه أبي؟ بلكي بياكله لقمة كنافة سحر. يا بيا عم بسألك جاوبني. الولاد ليش ما جبتهم معك؟ عم يدرسوا عندهم فحص بكرة يا مو. انت اللي بدك فحص مالك عاجبني اليوم. شو قصتك؟ لا يا مو ما في شي. بس أبي وينه ما قلتي لي؟ راح على القهوة. وأختي سحر؟ راحت لعند رفيقتها. إلا كان يا مو من أمله نحصتهم لبين ما يجوا. الله يعطينا خيره. عادة ما بمر إلا بالشهر مرة. شو جايبه اليوم؟ لسه جمعة كان عنا. يو يا ترى شو بده؟ وليش متشيك ولابس كل تيابه كأنه رايح على عرس؟ والكنافة شو قصتها؟ ايه جميل عم اسمعك. ما حكيت شي يا مو. قصدي احكي. شو بدي احكي؟ شي اللي جاي من شانه. مالي جاي مشان شي. اشتقت لك. قلت بشتري لي شوية كنافة بجيب لك يا هون وبستفق ديك. كتر خيرك. بس ما في بالعادة. إذا متضايقة من جيتي يا مو بروحها. لا يا جميل أنا أحب على قلبي شوفك شوف مرتك شوف أولادك. بس لا بس ولا مس يا مو. من اليوم ورايح بدي إجي لعندك على طول وما عاد إجي شغلة ساعة ساعتين. لا بدي إجي وبلط عندك وتعشى كمان. انبسطي يا مو روقي.
أهلا وسهلا، البيت بيتها. بس عدم المؤاخذة، ممكن أعرف شو سبب التغيير المفاجئ؟ متقاتل مع مرتك؟ لا يا مو أبدا. إيه الله يعطينا خيرك. ماما تعي شوفي الاوضه شو سويتها. برافو عليكم، انا ما بديها بس هلا مرتبه دائما. ليكو ما بدي اي حوصه ببيت جدكم، بعدين ستكم بتزعل. ديدا بتحبنا ما بتزعل منا، وانا كمان بحبكم، بس اذا عذبتوني بزعل. طمن يا ماما، ما رح نعذبك، رح نقعد جنبك ما تحرك من محلنا. برافو عليك. وانت؟ وانا كمان. فوتوا البسوا جواكيكم دقيقتين تكون جاهزه. يلا. هيك بعرف حالي احلى لانه انا طالع مغبش. شو عمل لك كمان يا مو؟ شو بدك تعملي تقبرني؟ اسلموا ايديك، هي سقيتني قهوة وشاي. طيب سوي لك زورات، عندك زورات كتير منيحة للنفخة. لا ما بدي شي. يعني مالك منفوخة يا مو؟ لا الحمد لله. خليني عاونك. شو بيعرفك انت بتركيب زرار وقطب سحابات؟ ايه الله يسامحك يا مو، نسيتي انه كل ما عطلنا من المدرسة بالصيفية انا وصغير كنت اشتغل عند سامي الخياط، كنت الفو اسطنبولية وكل اللفقات، وكنت وسع وضيق كمان. طيب جربيني يا مو. دخلها وشو خليت لمرتك تشتغل بعديه؟ وين اختي؟ طولت. طمن بالك، قالت لي ما بتتأخر. وأبي كمان تأخر. أبوك مو هلا وقته، لسه بده ساعة ليصل. صار لي من أول مسلسل ما شفته لا هو ولا أختي. قلتك يا مو لساته بده ياخذ دكان ولا بطال؟ ما بعرف ليش هو بيحكي هلا، بس يجي يسأله. أصلا أنت ما بيخبي عنك شي. لسه وقت، وين بدي روح؟ إذا رجعت على البيت هلا كأني ما عملت شي. ما في غير طلقة عشا هون بعدين بروح. يسلم لي مخك. يا مو اعطيني شريط. يو ترك من ايدك، لقلك بدي اتصل بالتليفون. مع مين بدك تحكي يا مو؟ مع مرتك. لا شو بدك فيها؟ مو قلت لي انها مريضة؟ ايه صح، انا قلت لك مريضة. انت قلت لي قريضة وقتها، انا عملت حالي مو سمعان يا مو، بس كنت سمعانك. يعني هي مريضة بس القصة مو مستاهلة اتصال. بس لازم اتصل فيها، خليني اكون احسن منها. لا يا مو ما في داعي، ما فيها شيء، بتكون نايمة هلا. ولو انت قلت لي انها مريضة فالواجب اني اتصل فيها. لك يا مو شو بدك فيها هلا نزعجها؟ قلت لك مو مستاهلة الحالة، شوية قريب بتكون طابت هلا. اخذت ليمون لانه الليمون بينفض نفض يا مو. جميل، ليش ما عم تخليني اتصل بمرتك؟ قلي شو في؟ لا يا مو ما في شيء، ما في شيء. بدك تصلي فيها تفضلي اتصلي فيها، بس الله يخليكي لا تقولي لها اني انا هون، بعدين لا تقولي لها اني قلت لك انها هي مريضه، يعني حاكيها عادي يا مو عادي. اجا الفرج، هي اختي سحار. اهلين سحور. يي زميل انت هون حبيبي، تعالوا حبيباتي افوكم هون. اهلين زميل. مرحبا مرت عمي. ما بتقومي والله. يلا بوسوا تويتي وعدوا. كيفك مرت عمي؟ ان شاء الله ما عم يجعك شي. انا لا. ايه الحمد لله. شلونو عمي وسحر؟ مشتاقين لك. مشتاقلن عافية يا رب. اماني مرت عمي لا تزعلي مني لانه ما قدرت اجي ساعدك بالكبة، كان عندي جولة سياحية بتدمر وانا بشغلي ما بقدر اقول لا، شغل شغل. بسيطة. شلونك هلا؟ الحمد لله منيحه. كنت هلا بدي اتصل فيكي اطمن عليكي، تحسنتي؟ مرت عمي انت بتتصلي باي وقت، بس حدا قال لك انه انا مريضه؟ لا بس قلت طالما ما اجيتي مع جوزك معناها مريضه. ولا ما بتحبي تيجي لبيت حماكي؟ لا مرت عمي شو هالحكي، بالعكس تماما، انا كثير بحب اجي لعندكم، بس بتعرفي الوظيفه والاولاد اخذين كل وقتي. الله يعطيك العافيه. بعدين مرت عمي الحق مو علي، الحق على جميل. يعني هو لو كان قايل لي انه جاي لهون كنا جينا معه بالسياره، ما اخذنا تاكسي. ايوه قلتي لي. جميل يا جميل، طلع يا جميل عاوزتك. يلا
تعال اقول لك الحقني. حكي معه، حكي بالمطبخ وما بدا يعني نسمعه. اسكت بدخلك، بعدين عيب الواحد يتسمع على حكي الكبار. سمعان شي؟ لا. ايه روح من وشي. شو القصة جميل؟ لا تكذب علي، مرتك مثل الحصان ما فيها شي. لك يا موشة بطلي اذني، شو بك انا مدير صرت لسه بتشديني من اذني؟ قلت لك ما في شي، شو بدي احكي لك؟ لا في. يا مو صدقيني انا لما تركتك كانت مريضة، بس اكيد مثل ما حكيت لك شربان الليمون بغيابي، مشان هيك نافضة نفض الليمون، الليمون بينفض بعدين هي منفوضة، مو هيك تركتها انا. لك قلي مرتك مزعلتك شي؟ محاكيتك شي كلمة دجلة حتى هربتك لعندي؟ ولا مقلعتك من البيت؟ لك يا مو انت شو عم تحكي؟ شو عم تحكي؟ لك جميل؟ لك حكي لي عم قلك لك حكي لي شو قصها؟ لك يا مو شمطيل تانية خلص ما عمل لك انا مدير. اسمعي لقلي خلينا نطلع، ما حلوة هلا هنو بتفكر انك عم تقويني عليها، ما حلوة يا مو هنو ما حلوة ادني. لك بقصي ايدي من هون اذا ما كان في شي. انا كان عندي موعد مشان هيك تشيكت ولبست وبخبخت، بس بالصدفة الموعد تأجل لبكرة ولقيت حالي قدام بيت اهلي، قلت بفوت بشق على امي. برافو عليك جميل، انا كتير مبسوطة لانك رحت زرت امك واكيد كمان هي بتكون مبسوطة. برافو عليك. تعرف انت كل ما صار لك وقت لازم تروح تزورها. يعني مالك متضايقه من شو؟ اني رحت زرت امي من غير ما اقول لك. ليش بدي اتضايق؟ شو انا بدي امنعك انك تزور امك؟ بس يعني قلت لحالي لو اخذتني معك توفرت اجره التاكسي. كنت انت ويا ولا اول هي الأحمر حطيناهم. كاسة مي وهي كمان ملونة زيادة الخير خير. يلا لو طلعت البنت باجوة كبير. زايد شوي ساز شربانو. طيب يا القهوة لشوف هلأ صمام الأمان رح ينفجر ولا لا. انت شو جابك لهون؟ مو على اساس عم تدرس؟ عطشت بدي اشرب. ايه فوت اشرب، مين ماسكك؟ صب لي كاسة. شو صغير فوت صب لحالك. لا كل شيء لهي اتركها هي. ليش شو بهي الكاسة مسمومة؟ لك ابي حل عن ظهر الكاسة بقى اشرب من غيرها، في 100 كاسة هنيك روح. يا بتقلي شو بهي رح اشرب منها. طيب مالك شايفة وسخة؟ ما علموك بابا بالمدرسة انه ما تشرب من كاسة حدا شربان منها قبلك، من تم لتم بتموت الام بابا. شو هاد؟ معك حق، الكاسة وسخة، رح اغسلها بعد ما اغسلها بشرب فيها. هي الكاسة عم اقول لك اتركها محلها، في 100 كاسة اشرب من غيرها. بابا شو القصة؟ الكاسة فيها سر؟ ايه فيها سر. سر شو؟ عم بعمل عليها تجارب بابانا. تجارب شو؟ تجارب فيزيائية. ايه فهمت عليك. ايه اشرب من هنيك لك هاد. ولا اقول لك ما عاد بدي اشرب، بدك مساعدة؟ روح لدروسك. بابا؟ نعم بابا، نعم. شو بتمك؟ ليش حاطط ايدك عليه؟ بابا بس مشان تنجح التجربة، عرفت ليش؟ انت روح كمل دروسك، خليني اعرف كمل شغلي. ها على قول الطرائف من العالم، لله في خلقه شؤون. يا رعاك الله! سليم! سليم تعا بابا تعا! تعا لقلك تعا! نعم بابا؟ الله يرضى عليك، إذا سألتك الماما مين ملوت الفنجان والكاسة بالأحمر لا تقلها أني عم ساوي تجاربي. ليش؟ وطي صوتك. ليش؟ مشان خلي لي إياها مفاجأة،
مشان حقق النتائج المتوخات من تجاربي. وإذا سألتني شو إلا؟ إذا سألتك شو بتقلا؟ إيه بتقلا رفيقته للبابا إجت لعنده وشربوا قهوة سوا. ما بساويها. ليه؟ أنت قايلنا يلي بيكذب بده ياكل قتلة، وأنا مو جاي على بالي آكل قتلة، أيوة. أنا بحبك يا مربى. يا مهذب. الله معك. سليم. هلا روح. تجاربك ما رح تنجح. شو عرفك؟ لأنه التجارب بتنعمل بمخبأ، مو مطبخ. وري بدك تطلع بابا؟ لا مو هلا، مالي طالع لتجي أمك. تعال هلا تعال. شو؟ أنا برأيي بتروح هلا، لأنه إذا أجت الماما وشافتك بهالأناقة أكيد رح تغار وتفكر إنك رايح تتجوز علي. الله يسمع منك، من تمك لأبواب السماء. وري إجت الماما، قلت لك انفوت بريشك قبل ما تجي، ما سمعت كلامي، اجاك الموت يا تارك الصلاة. مرحبا جميل. شو هاد؟ ليش تأخرتي؟ ما بتعرفي انه عندي موعد؟ الموعد اللي أجلته من مبارح لليوم. وليش ما رحت؟ بدك مني شي؟ الولاد بيضلوا لحالهم. أنا ما كنت عم بستناكي مشان الولاد. لكن مشان شو؟ مشان أنينة البارفان، هي اللي جبتي لي إياها من تدمر. فتلت الغرفة عليها ما لقيتها، وعد تكوني اعطيتيها لاخوكي. ها لا ما اعطيته اياها. بدك منها شيء؟ وعد تكون بدك هديه لحدا. لا اعوذ بالله، ليش الهديه بتنهدى؟ بس انا بدي بخبخ حالي، عندي موعد مهم ولازم تكون ريحتي حلوه، يعني لازم اكون مبخبخ خير الله. عم تحكي جد جميل؟ طبعا جد. اكيد ما هان عليك تخجلني، مشان هيك بدك تحط من البارفان الجديد اللي جبت لك اياه. انا بصراحه كثير تضايقت منك هديك المره لما خجلتني وما رضيت تحط منه. دقيقه لجيب لك اياه. أهلين ماما. أهلين حبيبي. إجاك الموت يا تارك الصلاة؟ ما عجبك أرجيلة؟ هاي ما غاريت. تعرف شو عندك؟ وأنا بمعلق فيه عم شوفها يومية. يلا جميل حبيبي. هات يلا. لا أنا بخلك. فيس. خلص بس بكفي حاجة. تبارك الخلاق فيما خلق. يا أرض حرسي ما عليكي. ها من زمان البيس بتلبس، حاجة حاطط له تقومي بالخزانة رح يقتو. شعراتي حلوين شعراتي. كلك على بعضك حلو. يا حلو يا جميل. يلا حبيبي روح، هلا بكون عم استنوك. يلا معك حق، اتصلوا فيي اكثر من 10 تليفونات ومو حلوه تاخر عليهم عليهم عليهم. ايه طبعا ما حلوه تتاخر عليهم. مع السلامه تقبر قلبي. على فكره بجوز اتاخر. ها على راحتك حبيبي، على راحتك. وانت بغيابي اعملي لك حوسه هيك بالبيت، ورتبي المطبخ، المطبخ مكركب، اجلي كل الجلي اللي على طاولة الصفرة اللي بالمطبخ. انا لازم امشي، خايف اتأخر عليهن عليهن. حبيبي ما بدي حدا يعلمني شغلي، انت روح احسن ما تتأخر. تقبر قلبي. وين بدي روح اليوم؟ مو معقول يروح لعند امي، لانه اذا رحت لعندها اكيد رح تفتح لي محضر. ما في غيرها.